نقول ايه الابراج اللي عاطفيا العيب اللي فيها ممكن يطفش الناس منها؟ يعني يعني كل برج ايه العيب اللي بيطفش الناس منه او ممكن يزعج الناس منه، صح؟ مش طيب هو ده قصدي؟ الحمل بياع شويه، يعني فجأة كده وقلب الترابيزه، مش عايز، مندفع ومتهور، يعني مش من الابراج اللي بتبقى شويه، يعني لو اتعصب او اتنرفز هم عصبيين واندفاعيين ومتهورين ومش بيفكروا كويس، فيعني شويه بيبقوا، هو برج ناري، فتلاقيه بياخد الديسيجن بعد كده يقول يا ريتني ما كنت عملت ويرجع لورا بقى بالظبط ويقعد. كده. الحمل اندفاعيته وتسرعه، يعني دي من الحاجات هو اللي ممكن متهور وعنيف ومتسرع. وحمل من نوعيه ناس ممكن يعمل، يعني ناس الحمل دي بتتخانق كتير، تحسهم هم بيحبوا الخناق، يعني حتى الراجل الحمل تلاقيه بيتخانق في الشارع عادي جدا. في ابراج بتقدر تتمالك نفسها، لا دول يعني بيفاير بسرعه بعد كده يهدى يندم. يعني الثور لما يتعصب بيتعصب بعد وقت كتير جدا وعارف هو عمل ايه، ف يعني طور عصبي بس عصبي بحكمة وفاهم هو بيعمل ايه في طيب عصبيته اذا الحمل اكتر حاجه فيه عاده سيئه هو الاندفاع والتهور. يا والتهور، ايه بقى الحمل؟ الطور مثلا، الطور لازم تديله الثقة، فتحس دايما هو شاكك فيك، دايما انا مش مستريح لك، فالطور بيبقى بس محتاج الحمل تديله كمان الثقة. شكاك، لا بس مش زي مش الطور، زي الطور التور. والعقرب يكسيدوا يزيدوا عن الحمل بكتير هما جدا. يعني هما الطور والعقرب التور المادة والعرب انا الخام اشك الشكل، اذا انا موجود والعذراء على فكرة شكاك، جدا. والسرطان شكاك. سرطان شكاك. ايوه طيب بالظبط. يبقى دي عادة سيئة في الحمل وعادة الطور الشك، ايه تاني اللي بعديه؟ الجوزاء، ايه؟ الجوزاء بقى عايز تبقى مجنونة على طول، يعني هو مجنون وعايز اللي معاه يتجنن. الجوزاء لو انت شخص كده يعني ايه العيب اللي طيب، في الجوزاء؟ مش عارف هو عايز ايه، يعني شويه ام اون اوف، عارفين اللي هو بحبك متردد. وبكرهك، هو الجوزاء كده، يوم تلاقيه بيحب وادمتد ليك وبيحبك جدا وبيقرب، يوم تاني تلاقيه لا مش عايز، ما تقربش، انا مودي اوت اوف ذا مود. بالظبط. مودي على فكره عايز اقول لك كمان، في برج مودي اكتر من الجوزاء، مش هتتوقعيه. ايه؟ انت فكري كده، مين مودي قوي اكتر من الجوزاء ومش معروف ان هو مودي؟ بستغرب. مش سرطان. سرطان. تعرفي بقى ان السرطان، مع ان السمعه دي مش جايه على السرطان، ما اعرفش، السرطان مزاجي اكتر من الجوزاء. يعني السرطان يبقى قاعد كده يفتكر حاجه حصلت سنه 1963 ضايقته، يقول لك لا انا متضايق المونودراما دلوقتي. طب في ناس بتقول الميزان، الميزان، طبعا برضو الميزان، هم الابراج الهوائيه كلهم مودي، يعني لا او بس مزاجيين. السرطان مزاجيين. مائي بس الميلودرامي عظيم. ايوه، ما هو يعني السرطان الابراج المائيه على فكره برضو هيبقوا متقلبين، لانه زي بحر. الميه في مد وجزر، في صح. امواج عاليه وامواج، ف طيب بعد الجوزاء ايه؟ سرطان احنا قلنا ايه اكتر عيب في السرطان؟ ان هو دايما محتاج ان هو ياخد، عارفه، الفاليديشن بتاعه الحب من الشخص التاني، عايز دايما الشخص التاني يقعد يديله مشاعر، يديله كلام حب. السرطان وكمان حاجه تانية، السرطان عصبي جدا جدا، يعني بس عصبيته ممكن عصبيته تكون داخلية مش خارجية، بس يعني عصبيته مؤلمه، مؤلمة لأنها بتعمل له مشاكل جسدية. بس هو ايموشنال قوي برضو، بيخليه حساس بالزياده، دراماتيك جدا جدا، هو طبعا والحوت، يعني في احيان بتبقى صفات الأبراج المائية عندهم لا بس الحساسية العقرب عالية، مش العقرب درامي مختلف زيهم، شوية، العقرب اهدى من، لا الحوت، يا لهوي، انا الحوت دراماتيك جدا، يعني او دراماتيك. يعني مزاجي، يعني دراماتيك، وكمان بيكبر المواضيع، يعني ممكن تبقى مشكله صغيره جدا هم بيكبروها ويعملوا قصص وحوارات جواهم، حساسين طب بعد حساسين السرطان ايه يا فدراماتيك. رشوش؟ بعد السرطان الاسد، بنت الاسد لازم تقعد تديله ايجو بقى، لازم، عارفه، ايه الكثير الحلاوة دي؟ والكثير من المدح، المدح. المدح، وايوه ايه بالظبط، من الجمال ده بنتي؟ كتير بقى ايوه كتير، ولو ما حسش حلاوة كده امه، دلع بالظبط. امه. والحاجه التانية برضه، بس انا الاسد كمان بيتكلم كتير عن نفسه، يعني انت بقى لازم تقعدي تسمعي، تبقي مستمعه جيده جدا. يعني الاسد هو عايز دايما يتكلم عن نفسه، شو اوف، يقول انا عملت، ويجيد الحديث، هو بارع في الحديث على فكره. فالاسد يعني تدي له مدح كتير كتير وتقعدي تسمعيه بقى، تدي له مايك وتقولي اتفضل حضرتك معاك المايك. ده ده بقى الصبر الطويل بقى على العذراء الاسد. اعتقد بعد السرطان. العذراء بقى يا جماعه، بما ان انا عذراء، ما فيش حاجه عاجباه، هو انتقادي جدا و hardly to be satisfied، يعني صعب الارضاء، عشان انا بنتي عذراء فبعاني من الموضوع ده، يعني انا بنتي بقيت بعاني من عيوبي فيها، اللي هو مهما عملت اوكي ماشي بالظبط، عادي، يعني انت عملت ايه، يعني دي مأساة على بيدور فكره. فين على الغلطة ويقولها، ايوه مش يشوف الحاجة بيرفكشنست، الحلوة. ممكن مع ما ان يبقاش فيه غلطه، لا هو هو بيخلق، بيخترع غلطه. لا هو ايوه بيخلق. انا بحط الميك اب، انا مش لاقي غلطه، بس انا عايزه احط حاجه ايوه وخلاص. عايزه الاقي غلط، عايزه اتخانق لا هو وخلاص. اعتراض من اجل الاعتراض، انا ما اعترضتش يبقى في حاجه غلط. اذا انا مش موجود. ايوه. ايه اللي بعد العذراء؟ الميزان تردد بشكل اللي هو اوكي انا هعمل كذا، بعد 5 دقائق لا 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 انا عايزه افكر تاني، طب ادوني فرصه افكر، ما بيعرفش ياخد ديسيجن او ما بيعرفش ياخد قرارات. فلازم الشخص اللي ارتبط ببرج الميزان يبقى شخصيته
هو الدوميننت اعلى لان هو اللي لازم يبقى الليدر عليه، لازم هو اللي ياخد القرارات عن الميزان ويبقى صبور معاه برضو. اه بالظبط، فهو يمد حبال الصبر. الهيزيتيشن او التردد ده بيتعب الشخص اللي معاك، انت مش عارف انت عايز ايه. بس الـ 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 الميزان يعني هو صعب ياخد قرار، القرارات المصيريه ممكن، عشان كده رجاله الميزان مش في الجواز والارتباط بياخدوا وقت كتير قوي عشان يقرروا، يعني ممكن يبقى بيحبك ومرتبط بك وموت فيك ومش قادر عشان هو متردد. بالظبط. ايه اللي بعد الميزان؟ العقرب. العقرب شكاك وغيور جدا. بص العقرب ممكن يبقى عنده 90 سنه وبيغير على البارتنر بتاعه او الشريك بتاعه، وشكاك بقى اللي هو شك يعني لا بقى انا شاكك فيك هراقبك بقى اللي هو الماده الخام للغيره والشك. بالظبط، غيره وشك وسيطره. العقرب والاسد على فكره، العقرب والاسد دوميننت قوي، يعني لازم يتحكموا في حياه الشخص اللي هم، انا عايزك على طول تحت يعني السيطره. يعني متلازمه الغيره والشك والسيطره عقرب واسد. اه هم مشتركين فيها جدا. بعد كده القوس. القوس بقى irresponsible، يعني ما بيحبش يشيل مسؤوليه. القوس انا عايزه انطلق، عايزه اتفسح، عايزه اخرج، عايزه اعيش حياتي، مسؤوليه نو. فلازم برضو الشخص اللي معايا يبقى عارف كويس قوي ان انت في جزء قدر من المسؤوليه زياده هيتحط عليك. والقوس كمان يعني شويه الراجل فليرت، يعني بتاع ستات راجل القوس ده بيحب التغيير في اي برج. ما بيحبش الستات؟ لا بس في ابراج بزياده، يعني مثلا اقول لك على حاجه، اسد. اسد راجل، اسد رجل مزواج، يحب الستات. العقرب برضو. الجوزاء على فكره كمان كده، رجل الجوزاء يحب يعني اقول لك اكثرهم اخلاصا يعني الحوت. لا الثور. الثور اكتر برج مخلص في الرجاله، والجدي. الاثنين دولت يعني هم بيحبوا الاستقرار، بيحبوا يعني ما بيحبوش تغيير. فلما يكونوا مرتبطين بحد، عارفه اللي هم يتشعبطوا في رجل البنطلون، انا مش هسيبك، انا هغيرك، هحاول، هصبر. الاثنين صبورين جدا عشان هم ايرث ساينز اللي هي ابراج ترابيه. دايما ابراج الترابيه على الارض واقعيه. بالظبط كده. والعذراء برضو على فكره من نوعيه الناس اللي هو بيحب الاستابيليتي، بس مش زي الثور والجدي، دول نمبر يعني نمبر 1 في الاخلاص والاستقرار. طيب بعد كده الجدي قلنا اللي بعد دي، اللي بعد القوس ايه؟ الجدي. الجدي بصي هم عارفه بقى اللي هو انا حياتي شغل بس، انت هتتجوزيني أو سواء رجل او ست، هم طموحين جدا. الكارير بتاعهم اهم حاجه في حياتهم، يعني رقم واحد شغلي وطموحي ومستقبلي، رقم اتنين عيلتي، رقم ثلاثة اي بارتنر هيجي في حياتي. فانت لازم يبقى ضرتك الشغل، وما تقارنيش نفسك او لو انت حتى الست الجدي ست قويه، ست عندها الكارير بتاعها والشغل بتاعها نمبر 1 في حياتها، هو خلاص انا لازم اشتغل. عذراء كده برضو، يعني دايما الابراج الترابيه كارير وشغل هي نمبر 1 سواء رجل او امراه على فكره. اللي بعد الحوت. احنا فاضلين كام برج؟ اللي بعد الجدي الحوت. الدلو. الدلو اعطيني حريتي اطلق يدي. الدلو هو بيعشق الحريه، فهو عايز حد، ولا اقول له انت سيبني لوحدي، سيبني وانا هعوم لوحدي. فهو عايز حد يعتبره مش مرتبط، انت سيبني وانا، لان لو حاولت تتسلط او تدي للدلو اي قيود يعني او اي كنترول هيهرب. وكمان حاجه تانية، العند. الدلو عنيد بشكل مرضي، الدلو والتور. والجدي كمان عنيد، بس الدلو والتور اكتر. جدي برضو طبعا عنيد جدا. اخر حاجه الحوت. سنسيتيفيتي اقصى، حساسين قوي، ويعني دراما شويه برضو زيه زي السرطان. زي السرطان. بس الحاجه التانية ان الحوت تحس ان هو حالم قوي، يعني هو عايش عالم افتراضي في حياته. هو انت لازم تمشي على توقعات اللي انت ما تعرفيهاش اصلا. هو بيفكر في حاجات متخيلها وانت لازم تفهميها لوحدك. يعني اللي هو الاهتمام ما بيطلبش. ايوه افهم انت لوحدك. انا مامتي حوت، انا مامتي والله العظيم لو ردت، يعني مامتي عايشه في دبي، لو اتصل بيا مره بخاف ان هي، انا برجع اتصل بيها لان ممكن تزعل مني ان ازاي هي تتصل، معلش يا ماما، وما اردش. فلا بيزعلوا حاجات ازاي تتصل وانت ما ترديش، لازم تردي. وزعلي لو هي ما ردتش عليكي ايا ما كانت، حتى عايزه ماما مع بعض. ماما خط احمر. ايوه طبعا. اسعدتينا ونورتينا يا رشا. الحلقه خلصت. شفتي احنا مبسوطه جدا انا كنت معاكم بجد، ومعلوماتك يا حبيبتي. بنشكرك يا رشا، وبنشكر كل مشاهدينا. مفيده سلمي عليكم، تحياتنا لحضراتكم، هتوحشونا لغايه ما اقابلكم يوم السبت الجاي ان شاء الله.